وعلى هامش التظاهرة الاقتصادية والتشجيع للمواهب وغرس روح الابتكار بولاية مستغانم، تم تنظيم مسابقة أفضل مؤسسة ناشئة وأحسن ابتكار. مزيد من التفاصيل مع تواتي بالعربي مرة ثانية. سيدة بلاجي حورية، مدير الصناعة والمناجم بالنيابة لولاية مستغانم، تحت رعاية السيد الوزير الأول وبإشراف السيد والي ولاية مستغانم، قمنا نحن مديرية الصناعة والمناجم ولاية مستغانم بتنظيم تظاهرة الأسبوع العالمي المقاولاتية تحت عنوان دور الابتكار في دعم النشاطات المقاولاتية في طبعتها 11، بمشاركة 82 مؤسسة لغرض التقريب من بين مختلف المتعاملين الاقتصاديين مع المؤسسات الناشئة. تخللت هذه التظاهرة مسابقة لاختيار أحسن ابتكار، تم تكريم الفائز بمبلغ قدره 100,000 دينار جزائري، إضافة إلى تكريم 3 مبتكرين من مديرية التربية للأطوار 3 لغرض تشجيع وغرس روح المقاولاتية في المواهب الشابة. اسمي هبة الرحمن بالودان، بمؤسسة الشهيد باللحو المحمد ببلدية حجاج بولاية مستغانم، واليوم كرمني الوالي على صناعة لي جهاز الإنذار. هذا جهاز إنذار يقوم بتحذير الناس عن السرقة واصطدامات السيارات، أي هذا الجهاز يستعمل في البيوت وفي السيارات. واليوم شجعني الوالي بهدية قيمة من أجل أن يحفزني إلى أن أكون أكثر وأكثر وأن أقدم المشروع وأطوره. وأكبر استثمار يمكن أن نقدمه لهذا الوطن هو الاستثمار في الأبناء، حتى نعطي جيلا ذو أخلاق عالية، وجيل يخدم وطنه وبلده ويقدم له الحافز والتشجيع ليكون في المستوى. البنت هبة الرحمن هي الابنة الصغرى، وهي تلميذة مجتهدة جدا خاصة في مادة الرياضيات، حتى أنها صنفت من التلاميذ البارعين في مستواها. بمساعدة الوالد وصنعت هذا الجهاز في البيت بأدوات بسيطة، واستعملت هذا وجاءتني فكرة فقررت صنعها في هذا النموذج.